الكرة لمصلحة فريق الاي اس اي، اي اس اي بالهجوم، جول، هدف اول لمصلحة الاي اس اي، انطلاقة جميلة على الجهة اليمنى والهدف الاول بالمباراة. و الكرة ملعوبة للأمام، بتروح على الجهة الثانية لصالح اي اس اي، كرة عرضية رأسية، جول، نديم بيضون عم بيسجل هدف رأسي، نديم عم بيطير وعم بيسجل برأسه، دائما تنطلق الإثارة والحماس وتعزيز، الله الله الله، بداية قوية لكتيبة المدرب طارق محمد، رمية التماس تنلعب لعند نديم، نديم مقطوعة على الجهة الثانية، محاولة لمصلحة فريق الاي اس اي لوانتويا، سلام جميل هالكرة، يا سلام، الله الله الله، هدف جميل ملعوب بطريقة جميلة، ملعوب بطريقة أكثر من رائعة، هدف رابع بشكل رائع لصالح اي اس اي.